أهلا بكم متابعين الأعزاء. استهداف كنيسة آيا صوفيا اليوم، قتل شخصان وجرح 12 آخرين إثر قصف صاروخي استهدف تجمعا دينيا في مدينة الصقلبية شمال غربي محافظة حماة التي تسيطر عليها قوات النظام السوري. وقالت الوكالة السورية رسمية إن القصف الذي نفذ بطائرة مسيرة انتحارية اليوم الأحد خلف قتيلين و 12 جريحا في أثناء احتفال ديني في مدينة الصقلبية بريف حماة، وهو ما لم تعلن المعارضة مسؤوليتها عنه حتى لحظة تحرير هذا الخبر. من جانبها تداولت شبكات محلية عديدة تسجيلا مصورا يظهر لحظة الاستهداف أمام تجمع من المدنيين في أثناء افتتاح كنيسة آيا صوفيا في مدينة الصقلبية. فضلا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.